أخبار اليوم. معنا سيادة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد الدولي المصري الدولي العربي والإفريقي للتراسيليوم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. معانا النهاردة في شرم الشيخ ومسابقة بطولة التراسيليوم النهاردة بدأت، عايزين حضرتك تكلمنا عنها وتكلمنا عن شرم الشيخ كمدينة. طبعا شرم الشيخ كمدينة أنا يعني يمكن شهادتي مجروحة، لأن دي رابع بطولة، وبطولة ما شاء الله يعني محتضنها محافظة جنوب سيناء اللي هو أركان حرب خالد فودة. ودايما أنا بقول إن ده فريق، إحنا بنشتغل فريق، الفريق ده بيتكون من وزارة الشباب والرياضة، اللي الحقيقة الوزير الناشط المهندس خالد عبد العزيز لم يتوالى ولن يتوانى عن ان هو يدعمنا وبيدعمنا، والحقيقه مدعم كل الاتحادات ونشاط كبير جدا جدا. الجزء الثاني ان احنا طبعا محافظه جنوب سيناء بصماتها المعتاده من محافظها اللي هو اركان حرب خالد فوده، اللي الحقيقه لم يتوانى بنفسه عن ان هو يبقى معانا في كل صغيره وكبيره. شريكنا الكبير اللي الحقيقه برضه عامل بصمه وعامل اختلاف كبير من اول ما ابتدينا اول مشوارنا مع بعض في الاقصر، واحنا النهارده في جنوب سيناء مع بعض لاول مره مع بعض في جنوب سيناء مع 6 بطولات وبعض الاحداث الاخرى. مؤسسه اخبار اليوم ورئيس مجلس ادارتها ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق، وطبعا برضه صاحب الفكره معانا اللي عززها الاستاذ ياسر رزق، الا وهو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضة، والمجموعة الصحفية الجميلة اللي انتوا حضراتكم مشرفين علشان تقدروا تغطوا بشكل كبير لهذه اللعبة، لعبة الترياتلون. واحنا دايما بنقول للناس تراي يعني ثلاثة وتراي يعني جرب، فترياتلون تراي ثلاثة او جرب، الرياضة ثلون يعني رياضة وتراي يعني ثلاثة. فرياضة الترياتلون هي من ما شاء الله تطورنا، ابتدينا ب6 دول هنا في شرم الشيخ في 2013، النهارده ما شاء الله عندنا 32 دولة، النهارده ما شاء الله عندنا أكتر من حدث، عندنا 6 بطولات، عندنا اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي، عندنا كورسين تدريبيين، واحد للمنظمي البطولات واحد للمدربين، عندنا النهارده بصمات جديدة للمرأة بتبتدي تظهر من خلال العرب ومن خلال أفريقيا، عندنا البطلة الكبيرة بطلة العالم والبطلة الأولمبية نزهة بدوان رئيس الاتحاد المغربي، وطبعا دي بطلة 400 متر حواجز المشهورة جدا. والحقيقة من أول ما دخلت ومسكت التراياتلون في المغرب وهي عاملة فرق كويس جدا جدا ما شاء الله، وده فخر للمرأة العربية. زي عندنا في مصر الكابتن لمياء نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد ونفس الوقت بطلة السباحة المعروفة الكبيرة العربية الأفريقية، وطبعا هي كبيرة مذيعات الشباب والرياضة. فأقصد أقول مرأة عربية مشرفة، مصرية عربية أفريقية مشرفة، احنا محتاجين كده، وده اللي بنطلعه برسالة من مصر. مصر حضن الرياضة، مصر مش بس حضن الحضارة إنما الرياضة والثقافة والعلم والقدرة. وبإذن الله إن شاء الله سنظل مصر قائدة ورائدة رغم أنف الحاقدين ورغم كل الحرب اللي بتتحاربه مصر. وأنا شايف زي ما حضرتك شايف كده النهاردة الإيجابية الكبيرة اللي موجودة النهاردة بعدد الدول العربية والأفريقية سواء عرب أو أفارقة. والحقيقة أنا سعيد جدا وفخور جدا بأن زملائي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وأيضا ولادي اللي بيعملوا معانا سواء العاملين اللي شغالين معانا في الاتحاد أو الفرق المعاونة اللي بيشتغل معانا طبعا، وعندنا طبعا شريكنا الكابتن حسن عفيفي المصري الإنجليزي اللي بدأ معانا مشوار التطوير كشريك للاتحاد العربي والآن شريك للاتحاد العربي والمصري والأفريقي ما شاء الله. وزي ما حضرتك شايف كده في طفرة كبيرة جدا، المكان ده يعني أنا سعيد جدا زي ما بيقولوا خضرة والمية والوجه الحسن ومدينة السلام وإيجابية المصريين. لماذا شرم الشيخ؟ شرم الشيخ مفيش أحلى من شواطئها، مفيش أحلى من جوها، مفيش أحلى من ناسها، مفيش أحلى من مسؤولينها اللي بيساعدوا البلد ويبتدوا يبينوا إن بهذه البلد إيجابية. يعني يا فندم كانت واقفة على جنب بتقول شرم الشيخ المرة دي عشان اللي بيحاولوا يشوهوها
يلاقونا جواها. طبعا طبعا، ما انا عايز اقول لك كمان بصمه من بصمات المهندس خالد عبد العزيز انه بعت 50 متطوع من الولاد، وبرنامج اعرف بلدك اللي موجود 2000 واحد جايين من خلال اعرف بلدك، من خلال الشباب ايضا، وبيجوا وبيتفرجوا وبيبصوا، مش بس بيعرفوا البلد، بيخشوا في نشاط كويس جدا جدا. وانا سعيد بده جدا، لان طبعا هي دي برضو الايجابيه، يعني انا وايجابيه مسؤولين بقى المره دي، مش ايجابيه مصري كمصري بس، لا ايجابيه مسؤول في ان هو ازاي يعمل. وكلنا عارفين ان احنا كلنا لازم ندي هذه البلد، البلد محتاجه لنا كلنا، محتاجه لراينا، محتاجه لدعمنا، محتاجه لجهدنا، محتاجه. هو ده المفروض المصري.